نبدأ في أول دودة عندنا في المنهج اللي اسمها هيتروفس هيتروفس. الهيتروفس هيتروفس اسم الفصيلة هيتروفس واسم الصفة المميزة للدودة هيتروفس. هذه الهيتروفس هيتروفس بتنتمي لعيلة كبيرة جدا من الديدان اسمها تريماتود. تريماتود يعني مفلطح، يعني شكلها واخد شكل الكمثرى. وهذه الهيتروفس قاعدة داخل ديفينيتيف هوست هو الإنسان في مكان اسمه الهابيتات، والهابيتات بتاعها هو السمول انتستين. لذلك هي من عائلة الانتستينال تريماتود واسمها هيتروفس هيتروفس. واحد قال لي انت متعود على الترمينولوجي، ماذا تعني كلمة هيتروفس؟ بكل بساطة هيتيرو يعني مختلف، والمقطع فس يعني نيتشر، يعني دي الدودة المختلفة في النيتشر. هيتروفس هيتروفس. نبدأ نتكلم على الهيتروفس هيتروفس. يا ترى هي الهيتروفس دي دودة ولا بيت شعر؟ لا دودة. واي دودة لها اسطمبة. اعرف جيوغرافيكال ديستريبيوشن وبعدين اسأل نفسي اربع فزورات. يا ترى يا دودة انت مين هو الديفينيتيف هوست بتاعك؟ يا ترى يا دودة انت مين هو الريزيفوار هوست بتاعك؟ يا ترى يا هيتروفس مين هو الانترميديت هوست بتاعك؟ يا ترى يا هيتروفس مين هو الهابيتات بتاعك؟ طيب الهيتروفس هيتروفس جيوغرافيكال ديستريبيوشن، الدودة دي مصرية، وخلي بالك ان المصري معروف بجبروته والهيتروفس معروفة بجبروتها. الهيتروفس قاعدة في مصر تحديدا في شمال الدلتا في البرولوس والمنزلة. واي؟ لان المية بتاعتهم براكش، وحنقول ايه السبب تواجد الهيتروفس في هذه المياه البراكش دلوقتي. موجودة في الفار ايست زي الشاينا واليابان وكوريا، موجودة في تركيا، ده الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاعها. تاني حاجة قاعدة المكان والزمان، الدودة كأدلت قاعدة فين؟ في ديفينيتيف هوست هو المان. طيب الدودة دي تتواجد في ريزرفوار هوست زي الفيش ايتنج انيمالز اللي هم الدوج والكات. الدودة دي اللي هي هيتروفس هيتروفس ليها انترميديت هوست بيستضيف اللارف ستيج بتاعها. الدودة دي محتاجة اتنين انترميديت هوست، الاولاني اسمه بايريلا كونيكا سنيل. سنيل يعني قوقع، كونيكا يعني مخروطي، بايريلا ده اسم القوقع، يبقى ده قوقع البايريلا المخروطي. وهذا القوقع يعيش في مية براكش، لذلك القوقع ده بيعيش في مية براكش اللي هي لا توجد في اي مكان في مصر ما عدا البرولوس والمنزلة. يبقى انت عرفت اول سبب في تواجد الهيتروفس في شمال الدلتا وتحديدا في البرولوس والمنزلة، بسبب ان الانترميديت هوست بتاع الهيتروفس هيتروفس اللي اسمه بايريلا كونيكا سنيل لا يعيش الا داخل البراكش ووتر التي لا توجد في مصر الا في البرولوس والمنزلة. نكمل. من هو السكند انترميديت هوست بتاع الهيتروفس؟ الهيتروفس لما اللارفا بتاعتها توصل لمرحلة معينة من النمو هيبقى المكان اللي اسمه البايريلا كونيكا سنيل غير صالح لمعيشتها، فهتسيبه وهتقعد في سمك البوري والبلطي. كتاب القسم كتب اسماء تانية لسمك البوري والبلطي. سمك البوري اسمه ميوجل كيفالس، سمك البلطي اسمه تيلابيا نيوتيكا. تمام؟ إيه عشان بس اعرف الاسماء دي للتوصيل. سمك البوري مش البوري بحرف اليو، يوجد في الميوجل بحرف اليو. تمام؟ وعشان تبقى فاهم الدنيا، البوري اللي بحرف اليو لما يقابلك في اي توصيل لاسم مقابل ليه افتكر الميوجل والكيفالس الكلمتين فيهم يو، يبقى اليو مع اليو. اخر سؤال، من هو الهابيتات بتاع الهيتروفس هيتروفس؟ من هنا لحد حوالي 3 4 فيديوهات الهابيتات بتاعنا هو السمول انتستين، ولكن خلي بالك الهيتروفس مصرية والمصري معروف بجبروته، وجبروت الهيتروفس انها بتبقى امبيدد بتوين الفيلاي. ما معنى كلمة امبيدد بتوين الفيلاي؟ قاعدة زنقة نفسها ما بين الفيلاي، يعني انت مهما حاولت تعمل ديفيكيشن هذه الهيتروفس مش هتنزل ابدا مع الفيكس. ليه؟ لان المصري معروف بجبروته والهيتروفس مصرية معروفة بجبروته. هذه اللوحة عايزة تقول لك معلومات ايه ان شاء الله؟ عايزة تقول لك الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاع الهيتروفس موجودة في مصر في شمال الدلتا تحديدا في البرولوس والمنزلة. ليه؟ لان المية بتاعت البرولوس والمنزلة براكش،
وهذه البراكش ووتر هو وسط مناسب جدا لمعيشه الفيرست انترميديت هوست بتاع الهيتروفس اللي اسمه بايريلا كونيكا سنيل في الفار ايست، موجوده في الصين واليابان وكوريا وتايوان، وموجوده في تركيا. نسال نفسنا 3 4 فزورات تبع لقاعده المكان والزمان. الدودة الأضلت بتاعت الهيتروفس قاعدة فين؟ قاعدة في حاجة اسمها ديفينيتيف هوست اللي هو الماء، في مكان اسمه الهابيتات اللي هو السمول انتستين قاعدة، لأن المصري معروف بجبروته، الهيتروفس معروفة بجبروتها، امبيدد بتوين الفلاي. طيب من هو الريزرفوار هوست؟ أي فيش ايتنج انيمال زي الدوج والكات. من هو العائل الوسيط الانترميديت هوست؟ عند فيرست بايريلا كونيكا سنيل. هذا البايريلا كونيكا سنيل الهيتروفس اللارفي بتاعتها بتوصل لمرحله معينه بتقول له هنا فراقنا يا بايريلا كونيكا سنيل، فبتسيبه وتقعد في البوري والبلطي. البوري والبلطي لهم اسماء غريبه، اعرفها ان البوري بحرف اليو موجود في الكلمه اللي فيها يو اللي هي ميوجل كيفرس. وقلنا الهابيتات هو السمول انتستين. نكمل تبعا للاسطمبه بتاعتنا وندرس المورفولوجي بتاع الادلت بتاع الهيتروفس. بالمناسبه الهيتروفس بيتسمى انتستاينال فلوك. فلوك هي تساوي كلمه تريماتول فلطحه. والهيتروفس لانها الهابيتات بتاعها السمول انتستين تسمى بالانتستاينال فلوك. الادلت ومع شبت مثل عشقي للنظام. انا لما اجي اتكلم على ادلت هتكلم على 4 نقاط اساسيه: الشكل بتاعه عامل ازاي، وهتكلم على 3 سيستمز: الدايجستيف سيستم والريبرودكتيف سيستم والفيكسيشن سيستم. تمام. ما هو شكل الهيتروفس؟ زي ما انت شايف في الدياجرام قدامك شكلها بير شيب. هذا البير شيب ده انتيريور وده بوستيريور. ناحيه انتيريور يوجد سكيلز عند الانتيريور بارت بتاع الدوده. هذه السكيلز موجوده يعني شويه قشور كده موجوده عند راس الدوده من قدام. ده كده اول نقطه اللي هي الشيب. الدايجستيف سيستم زي اي دايجستيف سيستم الخالق واحد والقانون واحد. يبدا بالماوس. الماوس مدي على اوسوفيجس. هذا الاوسوفيجس اثناء تشريحه وجدوا ان هو تحت الميكروسكوب متحوط بمجموعه عضلات سموها الفارنكس. هذا الاوسوفيجس بيتفرع لسمول انتستين، والسمول انتستين في حاله الدود يسمى سيكم. هي اتفرعت لفرعين، يبقى انت عندك 2 سيكم. الاثنين سيكم دولت نهايتهم مقفوله فهم بلايند، وبلايند يعني مقفول وليس اعمى هنا، يبقى 2 بلايند سيكم. تمام. ده كان الدايجستيف سيستم. ماوس اوسوفيجس متحوط بفارنكس اداني 2 بلايند سيكا، 2 سيكم مقفولين دي الانتستين بتاعتها. تاني حاجه هي الريبرودكتيف سيستم. وعايزك تعرف ان من اغلب الدود اللي احنا بندرسه بيبقى 2 في 1. يعني ايه 2 في 1؟ يعني ان شاء الله هلاقي اعضاء الميل مع اعضاء الفيميل في نفس الدوده بنسميها هيرمافروديتس. يعني ايه هيرمافروديتس؟ يعني خنسة، يعني أعضاء الميل هنسميها للفيميل. فالنقطة التانية اللي هي reproductive system بقسمها لتو بوينت. بوينت هتكلم فيها عن الميل، وبوينت تانية هتكلم فيها عن الفيميل. وما هو الميل أورجان في أي كائن؟ التستيس. التستيس عبارة عن 2 أوفال تستيس موجودين ناحية ميديال من السيكم. لحد هنا يبقى الميل خلص. إنما أنت عارف تكملة، يعني الميل خلص كامتحانيا، انما الميل سيستم بيكمل باتنين فاز افرنشيا يديك فاز ديفرنس، يفتح في فتحه، الفتحه دي بيفتح فيها الميل جينيتال سيستم. حتى الان كده اتكلمنا عن الميل. اخبار الفيميل بتاعه الهيتروفس ايه؟ بيتكون من اوفري واحد. الاوفري الواحد ده بيطلع منه كلال اسمها اوفي دكت. الاوفي دكت بيوجد نهايتها حاجه اسمها الاو تايب. الاو تايب والاوفري بيطلع منهم يوترس. هذا اليوترس كويلد على بعضه ويفتح في نفس الفتحه اللي فتح فيها الفاز ديفرنس. وقفني عندك هنا وقول لي انت فهمت ايه دلوقتي؟ ان انا عندي فتحه، هذه الفتحه بيفتح فيها الميل جينيتال سيستم والفيميل جينيتال سيستم، فهي فتحه مشتركه بسميها كومون.
مش هي فتحه يبقى بور، وهذه الفتحه خاصه بالريبرودكتيف سيستم يبقى جينيتال، يبقى الفتحه دي اسمها كومون جينيتال بور. ثالث حاجه في الفيميل سيستم حاجات كده متنطوره على جانبي السيكم من بره اسمها فيتيلاين جلاند. وخلي بالك ان الاوفري حجره والاوطيب حجره والفيتيلاين جلاند حجرات، كل واحده منهم مخصصه انها تصنع حاجه في البيضه بتاعه الدوده. مقتنع بالكلام؟ تمام. بالنسبه للسيستم الثالث الفيكسيشن اورجان. الفيكسيشن اورجانز هي عباره عن ممصات موجوده في الدوده، هذه الممصات وظيفتها انها تثبت الدوده بتوين الزلاج. اي تريماتودة في الدنيا ليها اتنين سكر، سكر حوالين الماوس، انت سميه، انت انا مش هتكلم، ايوه سمعتك قلت هسميه اورال سكر لانه حوالين الماوس، وسكر تاني موجود اعمل كف ايدك كده، الكف ايدك اللي هو البالم بتاع الايد بتاعك ده فينترال وليه دورسال. لو افترضنا ان الدوده دي هي كف ايدك هتلاقي ان السكر التاني موجود ناحيه البالم ناحيه فينترال وهو كبير. فلو افترضنا ان جسم الدوده هو كف ايدك والسكر ده موجود ناحيه البالم فهيتسمى فينترال سكر لانه موجود ناحيه الفينترال بتاعه الدوده، وهذا الفينترال سكر كبير ولارج يوجد ميديان في الدوده. والتاني مره المصري معروف بجبروته، الهيتروفس معروفه بجبروتها. هذه الهيتروفس تحتوي خاصيه مميزه ليها غير اي تريماتود تاني، ليها جينيتال سكر، ومن اسمه جينيتال يبقى هيحوط فتحه. تعال ندور مع بعض هنا في فتحات، هل ينفع احطه هنا؟ ما في غيره. هل ينفع احطه حوالين التستس؟ لا طبعا. المكان الوحيد اللي ينفع السكر ده يتحط فيه هو حوالين الكومون جينيتال بول. خلي بالك الهيتروفس معروفه بجبروتها حتى الان في حاجتين، اول حاجه انها امبيدد بتوين الفيلاي، وتاني حاجه انها اختلفت عن باقي التريماتود في كونها تحتوي على جينيتال سكر. لعلي لا القاكم بعد يومي هذا. عايزين نقول الادلت تاني، ما عشقت مثل عشقي للنظام. الادلت لما اجي اتكلم عنه هتكلم عنه في ثلاث نقاط، في عفوا اربع نقاط. اول نقطه الشيب بتاعه بير شيب، ناحيه انتيريور يوجد سكيلز، الرسمه موضحه كل حاجه. وبعدين هتكلم على 3 سيستم، الدايجستيف سيستم زي اي دايجستيف سيستم، ماوس ثم اوسوفيجاس متحوط بفيرنكس. هذا الاوسوفيجاس اتفرع لفرعين من السيكم مقفولين في نهايتهم يبقى تو بلايند سيكم. السيستم الثاني الريبرودكتيف سيستم، هذا الريبرودكتيف سيستم عايزك تفتكر ان هو السيستم الثاني بيتكون من نقطتين، وهذا الريبرودكتيف سيستم عباره عن 2 في 1 يعني خنثى، يعني تحتوي على الميل والفيميل. ويا ترى الميل ممثل في ايه؟ في 2 اوفال تستيس اهم. ويا ترى الفيميل ممثل في ايه؟ ممثل في اوفري واوطايب وفيتيلاين جلاند. الاوفري وصل للاوطايب باوفي دكت وبعدين طلع منه يوترس كويل بيفتح في نفس الفتحه اللي الفاس ديفرنس فتح فيها، فهذه الفتحه فتحه مشتركه للميل والفيميل يبقى كومون جينيتال بول. السيستم الثالث هو الفيكسيشن اورجان. الفيكسيشن اورجان في سكر حوالين الماوس هسميه اورال سكر، في سكر حوالين الفنترال سايد بتاع الدوده هسميه الفنترال سكر، وفي سكر اخير حوالين الجينيتال كومون جينيتال بور هسميه الجينيتال سكر. وعايزك تفتكر ان الهيتروفس معروفه بجبروتها، و هي الدودة الوحيدة اللي بتحتوي على جينيتال سكر. هنتكلم عن اللايف سايكل بتاع الهيتروفس، وانا فضلت ابدأ باللايف سايكل عكس الكتاب علشان تسمع الكلمات مرة وبعدين هناخد الهيتروفس لايف سايكل بالسلوموشن. قصة حياة الهيتروفس هي نفسها قصة حياة عم حمادة الصياد اللي من المنزلة. ايه هي قصة حياة عم حمادة؟ عم حمادة ده صياد، في يوم من الايام طلع على المركب بتاعه وخد ما يلزمه من اكل وعصائر الى اخره. عم حمادة كان راجل عايش في الهيتروفس في اللي اسمه الانتستين بتاعه،
راح جاي عم حماده اتزنق، وطبعا ما ينفعش يرجع ولا يعمل ديفيكيشن في المركب. ما هو الحل الوحيد امام عم حماده؟ راح جاي عامل ديفيكيشن في الميه. اول ما عم حماده عمل ديفيكيشن في الميه، كان في هذا الفيكس يوجد الاج بتاع الهيتروفس. هيتروفس مين قاعد مستني رزقه تحت؟ البايريلا كونيكس 2. راح جاي لقى الفيكس بتاع عم حماده، وراح جاي هذا البايريلا كونيكس 2 تغذى على هذا الفيكس اللي يوجد بداخله البيضه بتاعه الهيتروفس. فما كان من البيضه داخل البايريلا كونيكس 2 الى ان فقصت وخرج جنين اي تريماتود الذي يسمى ميراسيديم. هذا الميراسيديم هيتحول الى كيس. الكيس ده يحتوي على جيرمينال سيلز فقط اسمه سبوروسيست. هذا السبوروسيست هيتحول الى هذا الشكل الذي امامك، والجيرمينال سيلز اللي في السبوروسيست هتكبر وتبقى كائن اسمه السركاريا، والسركاريا دي لسه صغيره داخل هذا المخلوق اللي اسمه الريديا. الريديا هيروح جاي بوم منقبض طالع منه السركاريا اللي جواه. السركاريا هتقول للبايريلا كونيكس نيل هنا فراقنا، انت مش قد يا سنيل، انا هضطر اسيبك. فهتروح جاي خرماه. السركاريا لما تخرمه هي بتدور على البوري والبولتي، وكذلك البوري والبولتي بيدور عليها. السركاريا دي بتتكون من راس وديل. الديل عمال يحرك الراس يحرك الراس لحد ما تقابل مع البوري او البلطي، ولحظه تقابل البوري والبلطي مع السركاريا، راس السركاريا هتقول لديلها سمعني بودعك. راس السركاريا طلع ندل، هيسيب الديل في الميه ويخش لوحده جوه البوري والبلطي. لما يخترق البوري والبلطي هيروح جاي جسم البوري او جسم البلطي عامل ديفنس ميكانيزم على هذه السركاريا وهيحوطها بكيس. يبقى دلوقتي انا عندي راس السركاريا متحوطه في كيس جوه البوري والبلطي. فدلوقتي راس السركاريا اسمها ميتا سركاريا والكيس سيست، فدي الميتا سركاريا اللي جوه السيست. يبقى انسيستد ميتا سركاريا. مين اللي قاعد فوق عمال يصطاد؟ عم حماده. عم حماده راح جاي مصطاد سمكه بوري او بلطي جواها دوده جواها عفوا الانسيستد ميتا سركاريا. عم حماده في وسط البحر. عم حماده ما عندوش حاجه يسخن بيها السمك، فهياكل سمك البوري والبلطي الغير مطهو اللي بيحتوي في المصل بتاعته على الميتا سركاريا اللي جوه السيست. فعم حماده راح جاي واكل السمكه اللي جواها الميتا سركاريا. اللي هيحصل داخل جسم عم حماده، السيست ده هيدوب. شكرا، دورك انتهى. الميتا سركاريا هتقعد بتوين الفيلاي، فهتكبر وتبقى الادلت هيتروفس هيتروفس. وهذه كانت اللايف سايكل بتاعه الهيتروفس هيتروفس. عم حماده لو كان مذاكر باراسايتولوجي ما كانش هيأدي السايكل بهذه الدقه والاتقان. عم حماده عمل اللايف سايكل بتاعه الهيتروفس هيتروفس، واحنا هنمسك هذه القصه وندرس فصولها الثلاث. فصل جوه عم حماده، وفصل جوه البايريلا كونيكس نيل، وفصل داخل سمك البوري والبلطي بشيء من التفصيل. تعال ناخد السايكل بالسلو موشن. كانت بدايه القصه والفصل الاول من القصه ان عم حماده طلع، وعم حماده ده كان راجل عنده هيتروفس هيتروفس امبيدد بتوين الفيلاي. عم حماده اتزنق وهو ماشي في البحر في مياه البرولوس والمنزله البراكش، راح جاي عمل ديفيكيشن. فلما عمل ديفيكيشن خرجت البيضه مع الفيكس بتاعه. مين اللي قاعد مستني رزق تحت؟ البايريلا كونيكس نيل. راح جاي واكل هذا الفيكس اللي بيحتوي على بيضه الهيتروفس هيتروفس. فلما البايريلا كونيكس نيل كلها يبدا اول فصل عندنا من فصول قصة حياة الهيتروفس، ألا وهي الإيج. عموما أي بيضة في الدنيا عبارة عن قشرة وبعدين بياض ثم صفار، دي البيضة اللي احنا بناكلها. كذلك البيض اللي عندنا في البارة بيتكون من
قشره الشل البياض اللي هو حاجه اسمها يوكسل، والصفار اللي هو الكونتنت. احنا عندنا اسطمبه لاي بيضه في الدنيا بندرسها في الباره اس 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 سي سي سايز، الشيب وبعدين الشل والكلر والكونتنت. ما هو حجم بيضه الهيتروفس؟ هيتروفس من 30 في 15 ميكرومتر. هذه البيضه 30 في 15، ولاحظ ان 15 هي نص ال 30. بالنسبه لشكل بيضه الهيتروفس عامله ازاي؟ شكلها اوفل. بص معايا للرسمه، الرسمه اللي قدامك دي هي بيضه الهيتروفس شكلها اوفل. الشل بتاعها وهو اهم حاجه سك، السك يعني عباره عن دبل لاير، ادي لاير للسك للشل وادي اللاير الثانيه. هذا الشل يحتوي على ميزه من قدام وميزه من ورا. من قدام لغطا كده، شفت الغطا بتاع الشامبو اللي احنا بنستحمى بيه؟ كذلك البيضه بتاعت الهيتروفس ليها من قدام غطا، الغطا ده اسمه اوبيركولوم، ومن ورا في حته كده بارزه، الحته دي اسمها النب. البيضه دي يا ترى لونها ايه؟ زي اغلب بيض المنهج لونها يلو براون، يعني لونها ابيض مدي على بني شويه كده. ما هو الكونتنت بتاع هذه البيضه؟ حاجه اسمها ماتيور ميراسيديوم. الميراسيديوم قاعد جوه بيضه الهيتروفس. يبقى بيضه الهيتروفس ليها اسطمبه زيها زي اي بيضه، ما عشقت نصلعش كل النظام اس 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 سي سي، السايز والشيب والشل والكلر والكونتنت. السايز بتاعها من 30 ل 15 يعني صغيره جدا، وهي اصغر بيضه عندك في المنهج. الشيب بتاعها اوفل زي ما انت شايف اهو، الشل سك، ما معنى كلمه سك؟ يعني دبل لاير. هذا الشل ليه ميزه من قدام اللي هو ليه غطا وبيركيولوم، ليه ميزه من ورا ان هو عامل سمول نوب. ما لون بيضه الهيتروفس؟ زي اغلب البيض يلو براونش. ما هو الكونتنت بتاع الايج؟ عباره عن ماتيور كونتنت اللي هو الميراسيديوم. تمام، خلي بالك بيضه الهيتروفس نظري مهم اس الف، وعملي مهم اس مليون الف. هذه البيضه مهمه جدا، سواء رسمه سواء امتحان نظري سواء امتحان عملي. البايونيريلا كونيكس 2 اكل بيضه الهيتروفس وبعدين راح جاي البيضه دي فقست جواه، الغطا اتفتح وبوم راح جاي طالع الميراسيديوم. سيديوم يعني محاط بسيليا، ميرا اللي هو اسم صغير التريماتودز. عايز اعرف ان شاء الله عن هذا الميراسيديوم، عايز اعرف شكله وايه الحاجات المميزه ليه من ورا ومن قدام. هذا الميراسيديوم شكله بايريفورم. هذا البايريفورم شيب متحوط بسيليا. ايه سبب وجود السيليا؟ لان هذا البيض ممكن يفقس في الميه ويطلع الميراسيديوم فيقدر يعوم ويوصل للبايريلا كونيكس 2. من قدام الملمس بتاعه كتينوس، تمام؟ يعني كتاني الملمس كده، الحته دي كده. يحتوي على زوج من البنتريتنج جلاند، وفي دارك ايس بوت كده، الحته دي دارك ايس بوت يعني حاجه عامله زي العين وسودة. من ورا هذا الميراسيديوم بيحتوي على زوجين من الفليم سيلز. هي ايه الفليم سيلز دي؟ الفليم سيلز دي هي خليه زي الكدني بتاخد الفضلات بتاعه الميراسيديوم وتروح جايه مطلعاها بره، وهذا الميراسيديوم مزروع بالجيرمينال سيلز. يبقى ما هو شكل الميراسيديوم؟ مش هو من اسمه هنروح جايين مطلعين اول صفه فيه ان هو السيديوم، وهذا الميراسيديوم عباره عن بايريفورم شيب محوط بالسيليا. ما فائده السيليا؟ قد تتعرض بيضه الهيتروفس لظروف ما فتفقس في الميه، فهذا الميراسيديوم لما يطلع يبقى عنده القدره انه يعوم ويوصل للبايريلا كونيكس نيل. وراء الخلق خالق حتى في الكائنات الدقيقه. من رحمته بهذا الميراسيديوم ان جعل ليه سيليا، زي اي لارفا هنشوفها في الميه لازم يبقى ليها سيليا. نكمل.
الانتيريور بيبقى الملمس كتينوس وبتحتوي على زوج من البنتريتنج جلاند اهو، ويحتوي على زوج من الدارك اي سبوت. في عندك زوجان من الفليم سيلز وظيفتها انها تبقى اكسكريتوري سيستم وتطلع فضلات الميوسيديم بره، ويحتوي على جيرمينال سيلز. هذه الجيرمينال سيلز هي اللي بتكون اللارفا اللي بعد كده. تمام. واحد قال لي ما عندكش طريقه احفظ بيها الميوسيديم. الميوسيديم رقم السعد في 2 بيحتوي على 2 بنتريتنج جلاند، 2 دارك اي سبوت، 2 بيرز اوف الفليم سيلز، ويحتوي على جيرمينال سيلز كتير. يبقى رقم السعد في الميوسيديم هو رقم 2. تمام. اقلب الصفحة من فضلك وهنتكلم على المرحلة اللي بعد كده اللي اسمها السبوروسيست. السبوروسيست ده عبارة عن ساك طويلة، الساك دي مليانة جيرم سيلز بس. الساك ده اللي بعد كده هيكبر داخل البيريليلا كوليكاسنيل ويبقى عبارة عن الريديا. الريديا شكلها سيرينديكال، تحتوي على بريماتيف داكت. ادي البريماتيف جت دي، عفوا هذه البريماتيف جت، لما مسؤول لما الريديا تيجي تنقبض بوم يطلع منها السركاريا. طبعا بدا يظهر بعض معالم الجت دي اللي هي الماوس، وفي ماسكولار فيرنكس محوط الاسوفيجاس ومنتهي تحت بالسيكا. عندك من قدام هذا الريديا شكله كولر ان شيب، كولر يعني حاجه عامله زي القبه كده. تمام. ومن ناحيه ورا بيحتوي على تو لاترال بروسز، هذه التو لاترال بروسز مسؤوله انها تتحرك داخل جسم البايريلا كونيكاس نيل. طيب الجيرمينال سيلز هتتكون وتتحور وتبقى سيركاري. سيركاري هي جمع كلمه سيركاريا. السيركاريا هنبدا نتكلم عنها. اي سيركاريا عباره عن بودي وتيل، وركز بقى ان السيركاريا دي مهمه جدا جدا جدا، خطيره في الامتحانات سواء النظري وسواء في الرسومات، مهم جدا تبقى عارفها، لان السيركاريا دي اللي بتختلف من اي تريماتودا للتانيه. الكلام اللي ورا ده مشروح في اي تريماتودا، انما في اختلافات في السيركاريا في التريماتودز. السيركاريا عباره عن بودي ثم تيل. قلنا البودي او الراس اسمها ميتا سيركاريا، والتيل اسمه ممبرينوس تيل. ممبرينوس تيل يعني التيل متحوط بممبرين، عشان كده تسمى ممبرينوس تيل. يا ترى هلاقي ايه في البادي؟ هلاقي الدايجستيف سيستم بدا يتكون. ادي الماوس مدي على اللي هو الاسوفيجاس، وبعدين انتهى تو بلايند سيكا. تمام. وبرده هلاقي تو دارك اي سبوت، وهلاقي على كل جانب من جانبي السيكم يوجد 7 بنتريتنج جلاند. يعني انا عندي 7 بيرز من البنتريتنج جلاند، هقول لك وظيفتها دلوقتي. و تحت خالص كده بروح جاي شايف اللي هو الفي شيب بلادر. التيل ده متحوط بممبرين، الممبرين ده محوط احد جوانب الزيل بالكامل والتلت التحتاني من الجانب الاخر. خلي بالك عشان كده السيركاريا بتاعت اللي هي الهيتروفس بتتسمى لوفو سيركس سيركاريا. لوفو يعني ممبرين، سيركس يعني ديل، سيركاريا اللي هي السيركاريا. يبقى تاني انا عايز اقول هذه المراحل سريعا. بيضة الهيتروفس زيها زي اي بيضة اسطمبة، اس 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 سي سي. هذه البيضة داخل البايريلا كونيكاس نيل، الفصل الاول في البايريلا كونيكاس نيل، عملت هاتش طلع منها الميراسيديم. ما هي صفات هذه البيضة؟ السايز بتاعها من 30 ل 15 مهمة. الشيب بتاعها اوفل، الشيل اللي هو الغطاء بتاعها سك، من قدام ليه غطاء وبيركيولوم، من ورا يحتوي على نوب يعني حاجة كده بارزة. ايه هو اللون بتاع هذه البيضة؟ يلوش براون. الكونتنت بتاعها الماتيور ميراسيديم. كنا وقفنا في القصة على ما البيضة فقست وطلع منها الميراسيديم. الميراسيديم سهلنا على نفسنا ازاي؟
اللي مش هو سيديوم من اسمه يعني يحتوي على سيليا، ورقم السعد في 2 هو شكله بايري فورم، بيحتوي على 2 بنتريتنج جلاند، 2 دارك اي سبوت، بيحتوي على 2 بير اوف الفليم سيلز اللي هي الاكسكريتوري سيستم بتاعه، وبعدين تحت بيحتوي في الاخر على الجيرمينال سيل. هذا الميراسيديوم هيضمر كل الحاجات اللي فيه ويتحول داخل البايريلا كونيكاس 2 الى سبوروسيست. هذا السبوروسيست عباره عن كيس بيحتوي على جيرمينال سيلز بس، هيحدث تحورات في هذا السبوروسيست ويتحول الى ريديا. هذه الريديا سيلندريكال ان شيب. هذه الريديا بدا يتكون فيها معالم الهيتروفس، وبدات الجت تتكون فيها من ماوس ثم اوسوفيجاس متحول بماسكولار فارنكس ثم البلايند سيكم في النهايه. الجيرمينال سيلز اللي كانت داخل السبوروسيست بدات تتحول الى سيركاريا صغيره. عايز تعرف ميزه من قدام للريديا ان قدام هي كولر ان شيب عامله زي القبه، ومن وراء ليها تو لاترال بروسس. تمام، ايه اللي هيحصل؟ هذه الريديا هتنقبض، السركاريا هتروح جاي خرمه هذا الجت وتطلع من هذه الفتحه. هتلاقي نفسها موجوده في البايريلا كونيكاس 2، تروح جاي قايله له من ورا فراقنا يا بايريلا كونيكاس 2، هطلع بره ادور على سمك البوري والبلطي. السركاريا اللي طلعت بره دي شكلها عامل ازاي؟ اي سركاريا عباره عن بادي وتيل، البادي اسمه ميتا سركاريا، وهذا التيل في حاله الهيتروفس عباره عن ممبرينوس تيل. يا ترى البادي هلاقي فيه ايه؟ بدات معالم الهيتروفس تظهر فيه، عباره عن اورال كافيتي مدي على اوسوفيجاس، الاوسوفيجاس هيروح جاي مدي 2 بلايند سيكم، وهلاقي الفنترال سكر بدا يتكون، وتحت هلاقي في شيب بلادر. الفي شيب بلادر دي هي اللي هتكون لي الجينيتال سيستم. هتلاقي عندك هنا على جانبي السيكم يوجد 7 من التريتنج جلاند، هنا في 7 وفي الجانب الاخر في 7، يبقى 7 بيرز من البنتريتنج جلاند. البنتريتنج جلاند لانها هتخترق حاجه، هتخترق اول حاجه الجت دي، وبعدين هتخترق البايريلا كونيكاس ديل، وبعدين هتخترق جلد البوري والبلطي. تمام كده، انا قلت مواصفات البادي. هذا التيل ممبرينوس، الممبرين يغطي الذيل من احد الجوانب والتلت التحتاني بتاعه من الجانب الاخر. نكمل قصتنا، السركاريا طلعت في الميه، وخلي بالك ان راس السركاريا اللي اسمه ميتا سركاريا ند، الديل عمال يحركه، هو عايز يقابل البوري والبلطي، والبوري والبلطي عايز يقابل السركاريا. فاول ما وصل السركاريا للبوري والبلطي هيروح جاي قايل الراس بتاعته قايله للديل، سمعني بودعك، مش هينفع تخش معايا، انا هخش انا لوحدي. دخلت الميتا سركاريا لوحدها داخل جسم البوري والبلطي، جسم السمكه هيعمل عليها ديفنسيف ميكانيزم. هذا الديفنسيف ميكانيزم انه هيحوطها بان بسيست، هذا السيست سيست محوط الميتا سركاريا، يعني ميتا سركاريا جوه سيست انسيستد ميتا سركاريا. عم حماده قاعد فوق فاكرينه، هيروح جاي مصطاد السمكه البوري او البلطي اللي بتحتوي في داخلها على الميتا سركاريا المتحوطه بسيست. عم حماده هيروح جاي واكل السمكه، فهيدخل جواه الانفكتيف ستيج، هيتعدي كده بالهيتروفس. واحد قال لي ما عندكش طريقه اقدر ابسط بيها اسماء اللارفا بتاعت التريماتود عموما، هحفظها لك وهيحفظها الناس بعدك بهذه الطريقه. الطريقه بكل بساطه هي اغنيه، اللارفات بتاعت التريماتود عموما بنحفظها بجمله ميرا سبورو ريديا سيرا ميتا. تاني الاغنيه وبطريقه ابطا، ميرا سبورو ريديا سيرا ميتا. الميرا هو الميرا سيديا، السبورو هي السبورو سيست، الريديا هي الريديا، السيرا هي السركاريا، الميتا هي الميتا سركاريا. خلي بالك شايف السجع الطبي الجميل، هنحفظ بهذه الأغنية شكل وتفاصيل اللارفا بتاعة أي تريماتود. نحفظناها في أغنية ازاي؟ ميرا سبورو ريديا سيرا ميتا. تمام؟
لايف سايكل وقصه عم حماده بعد ما فهمناها مش هتشكل اي مشكله. عم حماده قاعد في البحر اتزنق هيعمل ديفيكيشن. عم حماده كان راجل عنده يتروفس امبيدد في السمول انتستين. البيضه هتنزل، البيضه زي ما انت شايف ليها دبل شيل، من قدام في غطا ومن تحت في نب. هذه البيضه هيكونها البيريلا كونيكاس نيل. البيضه هتفرقع جواه يطلع المجرم الميراسيديم. هذا الميراسيديم هيضمر اي شيء جواه ويتحول الى سبوروسيست. السبوروسيست ده عباره عن كيس طويل جواه جيرمينال سيلز بس، هيروح جاي متحول الى ريديا. هذه الريديا بتحتوي في داخلها على سيركاريا صغيره. السيركاريا هتخترق هذه الجط وتروح جاي طالعه بره. هتلاقي البيريلا كونيكاس نيل مش مناسبها، هتشمئز منه وتسيب البيريلا كونيكاس نيل وتبقى في البحر. السركاريا عباره عن بادي وتيل، التيل عمال يتحرك. السركاريا نفسها تقابل سمك البوري او بولتي، كذلك سمك البوري او بولتي نفسه يقابل السركاريا. اتنين نفسهم يقابلوا بعض، هيقابلوا بعض هيروح جاي الميتا سركاريا يظهر الجانب الندل منه ويقول للتيل من هنا فراقنا، انا هخش انا لوحدي. هيخش هو لوحده، هينتظر ديفنسيف ميكانيزم من البوري والبلطي، هيحوطه داخل كيس. هيبقى الكيس ده كيس جواه الميتا سيركاريا، انسيستد ميتا سيركاريا. عم حماده اصطاد سمكه البوري او البلطي وكلها، وكده هيبقى اصاب بالهيتروفس داخل جسم عم حماده. السيست هيديزولف والميتا سيركاريا هتبقى امبيدد بتوين الفيلاي وتكبر بعضها. الاغنيه اللي عايزك تطلع منها ميرا سبورو ريديا سيرا ميتا، ميرا ميراسيديم، سبورو سبوروسيست، ريديا ريديا، السيرا سيركاريا، والميتا ميتا سيركاريا. اغنية وورلد وايد هنحفظ بيها مع بعض اللارفات بتاعت اي تريماتود. هنتكلم على بعض ملاحظات على سايكل الهيتروفس هيتروفس. وقبل ما ابدأ فيها هتكلم عموما، اي دودة في الدنيا غالبا هتسبب للانسان مرض في الحالات الهيفي انفكشن. انا عايز اعرف دلوقتي من خلال دراستي لللايف سايكل ان مرحله من مراحل الدوده هتعدي الانسان بهذا المرض، وعايز اعرف ازاي الانسان هيتعدي بهذا المرض، وعايز اعرف انا كدكتور هستخدم اني مرحله من مراحل حياه الدوده في تشخيص هذا المرض، وفي الاخر عايز اعرف انا ازاي اعمل كنترول على هذا المرض. هنطبق الكلام ده على الهيتروفس وقصة عم حمادة. عم حمادة كان ايه علشان يجيله مرض بالهيتروفس هيتروفس؟ عم حمادة كان حاجة اسمها انسيستد ميتا سيركاريا، الميتا سيركاريا اللي جوه السيست، فدي اللي سبب عدوى لعم حمادة، فاحنا هنسميها الانفكتيف ستيج، المرحلة اللي سببت العدوى. طب انا كدكتور اني مرحله من مراحل حياه الدوده هي اللي هتشخص لي مرض الهيتروفس، اكيد طبعا هعمل ستول اناليسيس اشوف البيضه بتاعه الهيتروفس. فالدياجنوستيك ستيج هي الايج، لذلك من اهم الرسومات هي البيضه بتاعه الهيتروفس، اهم الرسومات في المنهج، وكذلك رسمه السيركاريا والميتا سيركاريا مهمه جدا، دي دياجنوستيك وانفكتيف ستيج. اما حماده الغلبان عمل ايه علشان يجيله عدوى بالهيتروفس؟ عم حمادة السمك اللي اصطاده ما طبخوش، كلو ني لان هو في بحر فمش هيعرف يطبخ، فهو عمل انجيشن اوف امبروبر كوكد فيش بيحتوي على الانسيستد ميتا سيركاريا. وفي احنا عندنا في مصر في شم النسيج بناكل فسيخ، ده اغلب الاكل اللي الناس بتاكله في شم النسيج. الفسيخ ده لو ما حصلوش صولت ازيد من 10 ايام وكان موجود فيه بيض الهيتروفس هتتعدي بمرض الهيتروفس. السمك اللي تشتريه فسيخ يا اما ما تاكلوش من اساسه وتريح دماغك، يعني مش لازم بخاطر الفسيخ، يعني مع كامل احترامي لاي حد بيحب الفسيخ. احنا هنشوف الفسيخ ده تسال الراجل متملح قبل 10 ايام ولا لا، عشان ممكن يكون فيه بيض هيتروفس خصوصا لو انت كنت قاعد في البرولوس او المنزله. طيب يعني انا حاسس كده ان الموضوع ممكن يكون معقد شوية، انا بكل بساطة هحفظها لك صفحة النوتس اللي بعد اي سايكل بطريقة سهلة جدا.
الموضوع بكل بساطة عامل زي جريمة. الجريمة دي اسمه مرض بالهيتروفس. في أي جريمة أنا عايز أعرف من هو الجاني من لارفات الهيتروفس هيتروفس، من هو الجاني من ميرا سبورو ريديا سيرا ميتا، من هو الجاني، أي لارفة فيهم هي اللي هتسبب لي المرض، وعايز أعرف كيف تمت الجريمة. الجاني اللي هو الانفكتيف ستيج هيسبب الجريمة بتاعته ازاي، وعايز أعرف أنا كدكتور من هو الدليل القاطع اللي هيقودني ان اعرف الدودة دي ايه. الدليل القاطع اسمه دياجنوستيك ستيج، الجاني هو الانفكتيف ستيج، المودف انفكشن هو كيف تمت الجريمة. يبقى من هو الجاني في سايكل الهيتروفس هيتروفس؟ من هم المشتبهون؟ المشتبهون الميرا سبورو ريديا سيرا ميتا، الميراسيديوم والسبوروسايت والريديا والسيركاريا والميتا سيركاريا. من هو الجاني فيهم؟ لو فاكر عم حمادة كان اخر حاجة كلها كان الانسيستد ميتا سيركاريا، تمام؟ كيف تمت الجريمة؟ المود اوف انفكشن هحفظها لك بطريقة سهلة جدا. عندنا قاعدة عامة واسطنبة لأي مود اوف انفكشن، يا اما تقول انجيشن اوف السكند او الانترميديت هوست عموما كونتيننج الانفكتيف ستيج. يبقى ما هي الاسطنبة لأي مود اوف انفكشن؟ انجيشن اوف الانترميديت هوست كونتيننج الانفكتيف ستيج. تعال نطبق هذه الاسطنبة على الهيتروفس هيتروفس. من هو السكند انترميديت هوست؟ البوري والبلطي. يبقى انا هاكل سمك مش مطبوخ كويس، امبروبابلي كوكد فيش، بيحتوي على الانفكتيف ستيج اللي هو الجاني الانسيستد ميتا سيركاريا. ومن هو الدليل القاطع اللي هيقودني للجاني؟ اللي هو الاج. طب دلوقتي انا عايز امنع المرض اللي الهيتروفس هتسببه. اول حاجه اعالج عم حماده، تريتمنت اوف البيشنت. وعم حماده لما يجيب السمك اقول له يا عم حماده اطبخه، يعني تعال على نفسك واطبخ السمك، اعمل بروبر كوك اوف الفيشنج، ولما تيجي تملح سمك اتاكد انه يبقى اكتر من 10 دقايق. طيب هات السنايل واديهم حقن تقضي على مرض اللي بتسببه الهيتروفس جواه، فاعمل سنايل كنترول. وبعدين اعلم عم حماده يقول له يا عم حماده افويد الديفيكيشن ان ووتر، اتعلم يا عم حماده لان دي اخره الوساخه، انت امامك النظافه انك تعمل افويد ديفيكيشن ان ووتر، والوساخه انك تعمل ديفيكيشن في الووتر ويجي لك مرض اسمه هيتروفيسيس، واللي هنتكلم عنه دلوقتي هو هذا المرض، وهعيد لك الكنترول في الاخر خالص لان هي اهم ورقه. المرض اسمه هيتروفيسيس او هيتروفيسيس. اي مرض في الدنيا ليه اسطمبه ثابته. اول حاجه ديفينيشن باثوجينيسيس دياجنوز تريتمنت. والهيتروفيسيس ده مرض ولا بطيخه؟ مرض، فليه الاسطمبه بتاعتنا. ايه هو تعريف الهيتروفيسيس؟ ده عباره عن الديزيز اللي بينشا الانسيستد ميتا سيركاريا عن طريق ان انا اعمل هضم للسمك الغير مطبوخ اللي هو البوري والبلطي، فهينتج عنه الاعراض الاتيه. تمام، ده كان تعريف مرض الهيتروفيسيس. الباثوجينيسيس، الباثوجينيسيس عندنا اتنين فيز، عندنا انتستاينال واكتوبيك. الانتستاينال يعني دلوقتي الانسيستد ميتا سيركاريا موجوده بين الفيلاي، ايه اللي هيحصل؟ ده دلوقتي جسم غريب، الاسم الجسم الغريب ده اكيد الجسم هيقابله بانفلاماتوري رياكشن. وبعدين عايزك تخلي بالك من حاجه، من رحمه ربنا بينا رغم وساخه عم حماده وامثال عم حماده الا ان ربنا رحيم، غالبا بيبقى اغلب الانفكشن بالدود عموما بيبقى اسيمتوماتيك، انما يعني اخر شويه انفلاماتوري رياكشن بس. انما لو كان هيفي انفكشن يعني مقاومه الجسم للدوده قليله وعدد الانفكتيف ستيج داخل جسم الانسان كتير، هيحصل اعراض
لازم تبقى عارفها، وهي اسطمبة سهلة دكتور أيمن إبراهيم كان قالها بطريقة نافذة، ان في دي اي دي الحروف بتاعت الهيفي انفكشن وبتتقال في اي دوده، الان نوزيا، الفي فوميتنج، الدي دايريا، والاي ابدومينال بين. دي النافذه اللي هي الهيفي انفكشن، ده اللي هيحصل بالظبط في حاله الهيفي انفكشن. وليس ذلك فقط، في حالات الهيفي انفكشن البيضه من صغر حجمها، مش البيضه دي كان جواها حاجه اسمها ميراسيديم، والميراسيديم كان جواه بنتريتنج جلاند. شوف بقى الميراسيديم الخطير هيعمل ايه، البنتريتنج جلاند دي عماله تطلع انزيمات بنتريتنج، الانزيمات دي هتخترق الشل بتاع البيضه وتخترق الفيلاي والبلاد فيسل بتاع الانتستين، فالبيضه تقوم هوب وقع في البلاد فيسل، تروح لمكانين، البيضه دي بتنها ماشيه في جميع انحاء الجسم، بتروح لمكانين مهمين جدا، قلبك وعقلك. قلبك هتعمل لك شويه التهابات في القلب، مايوكاردايتس وهارت فيرير وبرين، هتعمل لك نيورولوجيكال ديس اوردر زي الكونفالجن والتيومز. يعني دلوقتي انت امامك طريقين، طريق النظافه وتستحمل ولما تخرج في مركب تخرج في مركب نظيفه، والطريق الوساخه اللي هو انك تعمل ديفيكيشن في الووتر، واخر الطريق الوساخه لو كان هيفي انفكشن وكان ربنا غضبان عليك هيجي لك مايوكاردايتس وهارت فيرير وهيجي لك كونفالجن وتيومز. موضوع الاكتوبيك اللي البيضة بتاعت الهيتروفيس عملته ده حاجة اسمها ايج امبولاي، سموها كده ليه؟ لان الموضوع عمل زي ثرومبس في الانتستين وانتشر في الجسم. الايج امبولاي دي بتتسيل كتير قوي في الشفوي، عايزك تعرف الديفينيشن والكوزس. ما هو الديفينيشن بتاع الايج امبولاي؟ الايج هتبقى انفلترد، الايج بتاعت الهيتروفيس او الايج عموما بتاعت اي بارازايت مع الليمف والبلاد، وبتهاجر للفيتال اورجانز. ما سبب الايج امبولاي؟ سببين، ان الايج بتبقى صغيره واي ادلت وورم بتبقى امبيدد في الفيلاي معرض جدا ان يحصل ايج امبولاي بسبب البنتريتنج انزيمز اللي بتطلع من الامبريو اللي جوه البيض. طيب انا كده خلصت باثوجينيسيس، عايز اعمل دايجنوز لهذا المرض كلينيكال، اخد هيستوري على العيان اقول له يا عم حماده انت كنت بتصطاد، انت كنت فين؟ هقول لك انا كنت بصطاد وانا من برولوس والمنزله، يبقى احتمال كبير قوي انت في توفس. عايز تتاكد تلجا للدليل القاطع بتاعك الاكزامينيشن اوف ستول، انت بتفحص الستول ليه ان شاء الله؟ عشان تبحث عن الايج بتاعت الهيتروفس. طيب في حاجه اسمها كونسنتريشن ميثود، يعني هنشرحها بالتفصيل مع الفيشيولا ان شاء الله، يعني اعرفها اسما بس دلوقتي الكونسنتريشن ميثود. طيب التريتمنت بتاع التريماتودز عموما، دواء اسمه برازيكوانتان بيتاخد 25 ملي جرام لكل كيلو جرام مرتين في اليوم لمدة يوم واحد، يعني يوم واحد هتاخد البرازيكوانتان ده بهذه الجرعة التي أمامك. فالبرازيكوانتان يعتبر أنتي تريماتود درج. المرض تاني، المرض اسمه هيتيروفييسيس او هيتروفييسيس، الباثوجينيسيس بتاعه والديفينيشن والدايجنوز والتريتمنت دي العناوين اللي بيتكلم عنها، لان ده مرض، المرض ده مرض بينشا من تواجد الهيتروفيس هيتروفيس امبيدد بتوين الفيلاي بتاعه المال. عندنا الباثوجينيسيس لو كان مايلد هيحصل لك هترسى على شويه انفلاماتوري رياكشن في السمول انتستين، انما في الهيفي انفكشن السمول انتستين هيجي لك اربع اعراض: نافذه، نوزيا، فوميتنج، دايريه، وابدومينال بين. في حالات الاكتوبيك اللي هي الايج امبولاي الميراسيديم هيطلع انزيمات تخترق الشل والفيلاي والبلاد فيسل، فتقوم الايج هوب سقطه في البلاد فيسل وينتقل الى جميع انحاء الجسم. اهم مكانين هما الهارت والبرين، قلبك وعقلك، هيجي لك مايوكاردايتس وهتخلص بهارت فيرير ونيورولوجيكال ديس اوردر زي الكونفالجن والتيومز، ودي نتيجه الوساخه. يعني ان الله جميل يحب الجمال، حاول تكون نظيف، يعني حاول تحافظ على نظافتك وتتجنب العادات السيئه علشان ما تجنيش على نفسك وما تجنيش على غيرك. الايج امبولاي ده سؤال شفوي مهم جدا، ان الايج بتنزل مع الليمف او البلد وتروح للفايتر اورجان. ليه الكلام ده؟ لان الايج دي صغيره، دي 30 في 15،
وده بيبقى موجود في الادلت ورمز اللي موجوده امبيدد بتوين الفيلاي، وفي حالات الامبريو اللي بيطلع بنتريتنج انزيم. اي امبريو لاي بيضه مش شرط ميراسيديم بس، هنقابل امبريوهات كتير في اثناء دراستنا للباراسيتولوجي. الدياجنوز كلينيكال، انت في العياده بتاعتك بتسال عن حماده انت كنت فين وكلت ايه وعملت ايه، فبتاخد هيستوري منه. لابوراتوري بتعمل اكزامينيشن للستول وحاجه اسمها كونسنتريشن ميثود، ده دايركت اللي هو اكزامينيشن اوف ذا ستول، بدور على الدليل القاطع بتاعي اللي هو الايج. والكونسنتريشن ميثود هنقولها بالتفصيل. التريتمنت بعالج بانتي تريماتودال دراج اللي هو البرازيكوانتان. صفحه النوتس اهم صفحه، من هو الجاني في حاله جريمه الهيتيروفيسيس؟ الجاني هو الانسيستد ميتا سيركاريا. ميتا سيركاريا لوحدها غلط، لازم تكتب انسيستد ميتا سيركاريا. من هو الدياجنوستيك ستيج بتاع الهيتيروفيسيز، وما اللي هو في بين قوسين بيننا وبين بعض الدليل القاطع اللي هيوصلك للهيتيروفيسيز البيضه بتاعه الهيتروفس. كيف حدثت الجريمه؟ ما هو المود اوف انفكشن؟ اسطمبه علمتها لك. ingested of the second او الانترميديت هوست containing the infective stage، يعني هعمل انجشن لامبروبر كوكد فيش containing الانسيستد ميتا سيركاريا. ما هو ده السكند انترميديت هوست في مطبوخ امبروبر، وادي الانفكتيف ستيج اللي هي الانسيستد ميتا سيركاريا. والفسيخ المصري معروف بجبروته، والهيتروفس معروفه بجبروتها. الفسيخ كذلك لما تاكله مش متملح اقل من 10 ايام هيسبب لك هيتيروفيسيز لو كانت الانسيستد ميتا سيركاريا موجوده في الفسيخ. طيب ازاي اعمل كنترول على السايكل؟ اعالج عم حماده، ودي العم حماده شويه نصايح. اقول له يا عم حماده لما تيجي تاكل السمك اطبخه كويس، يا عم حماده الفسيخ لما تيجي تطلبه تطلب فسيخ متملح ازيد من 10 ايام. اهو هتقول بروبر كوكينج فيش اند سولتنج نوت ليس ذان 10 دايز. وبعدين اعلم عم حماده اقول له يا عم حماده امامك النظافه والوساخه، فاختر النظافه لان النظافه من الايمان، ومهم جدا في الباراسيتولوجي نتعلم النظافه اهم من تعلم العلم. ده تطلع بمعلومه انك تكون انسان منظم ونظيف في حياتك. واخيرا بعمل سينايل كنترول، يعني بشيل العدوى اللي موجوده في السنين. انا عايزك تطلع النهارده تغني ميرا سبورو ريديا سيراميتا. من هو الجاني فيهم؟ الانسيستد ميتا سيركاريا. مين هو الدياجنوستيك ستيج الدليل القاطع بتاعي؟ الدليل القاطع بتاعي اللي هي الايج. وفي الاخر المود اوف انفكشن والكنترول. انا بعتذر، انا اسف اني طولت، لكن هو يعني الهيتروفيس بس اللي طولنا فيها. ان شاء الله بعد كده الكلام هيبقى اوضح لاني اسستك كويس في الهيتروفيس. واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.